يلجأ بعض الشباب الطموح إلى العمل من خلال استثمار مواهبهم، وذلك بخلق فرص عمل استثنائية تسمح لهم بكسب بعض الدنانير تبعدهم عن مذلة الحاجة والسؤال. الحاجة أم الاختراع، مثلما وجد هؤلاء الشباب الذين تحدوا قساوة الحياة بأفكارهم وسواعدهم. قلم أسود، ممحات، وبعض الأوراق البيضاء وكرتون يفترشه كانت كفيلة بأن تكسبه بعض الدنانير من بعض المعجبين بأنامله الذهبية التي صورت ملامحهم بأدق التفاصيل. وبعضهم من يستأنس بأوتار الجيتار ويسرد واقعه وحكايات بكلمات جميلة وصوت مميز يستوقف العديد من المرة. أنا عندي موهبة شغل طورتها على كل حال، ملي كنت صغير كانت عندي تمنى، وأنا جو بريفير نخدم نافيغي خير من الرياح. جيت برا ديريكت في أودا منا نحط بوشيطة ونغني الغاشي اللي يعجبو الحال، يرمي 1000 راك 2000 10000 سا ديبون، كل واحد كيفاه محبة خاطر. نافيغي خدم على روحي خير من اللي قاعد. الهواية تاعي وميم طون شوية فيها شوية مصروف، شوية شي حاجة، مي يعني خير من والو، خير من مقعد في الدار كش نستغل بحاجة تقدر نجي نقعد وميم طون ستاند دونك. المرة ثمن مبادرات كتلك التي تحمل معاني العظمة والسمو عن المهانة والحاجة، خصوصا وسط شباب معروف عنه في الوقت الراهن التذمر طوال الوقت ومن كل شيء. الشبيبة اللي نشوف فيها راهي يعني برا في الشارع في حيديد وش مراد ما شاء الله، يخترعوا من عندهم عامل صافي بليزير خير ما يديروا حاجة ماشي مليحة، ميم لو راهو يخدم ويزيد يعاون بالله، باسكو المعيشة صعابت بزاف، مع أننا نشوفوا المعيشة صعابت بزاف، يعني أنا مادا بيا هكذا نشوفوا ديجا اللي في عرض يروح يسرق ولا في عرض يدير حاجة ديجا تاع الحرام اللي ربي ما يرضاش بيها، ومن بعد يولي في حياته ضايعة في السجن يخترع صنعة ويعاون روحه بها. نخدم مع الشعب برا كي فهمتني، ما على باليش كاباب شغل ما عندك ني لاسيونس ني يقدروا يتعداو عليك اتو مومو راكي فهمتني، وتانيك ما تساعدش في الشتاء سورتو الشتاء والبرد. نبينها انا نبينها كاش سوسييتي ما على باليش يدخلوني بالك نخدم في كاش شركه راكي فهمتني اختي، ما نبيناش ما تقعدش بيني وبين روحي، نبينها العباد ما على باش نديرها فيك السيفي ولو ندفعو ماشي بروبليم، بصح باش نقعد نخدم هكذا مع العباد مع الشاب ما ماشي حل. ما وي جوردي برافو، مي مانتنا faudrait qu'ils démontrent par A plus B qu'ils sont capables. Tu les vois miskin avec plus avec un litre de rouge à la main plutôt que de chercher du travail. Et c'est là où c'est triste. العظيم يبقى عظيما مهما حاولت الحياة أن تخضعه إلى قوانينها التي في غالب الأحيان ما تكون قاسية، إلا أنه يظل يسعى دون أن ييأس ويتعلم مع كل سقوط.